هي مسألة ديالو شخصية، ولكن ما يقحمناش في المؤسسات، وراه ما يمكنش أن المواطن المغربي من طنجة إلى البويرة غيعيش في هذا الأرض بدون مؤسسات وبدون توابل. واللي كيقول هذا الشيء أنه يكون في هذا الشيء كنتحداه نهار كيكون الافتتاح ديال البرلمان ما يلبس الجلابية والسهام والبغا وما يمشيش. حنا نؤمن بالمؤسسات، نؤمن بالتوابل، وندافع عن الديمقراطية وضد الفساد والظلم والحكرة. ونرفضوا القرارات الفردية، ولو أن هذه القرارات إلى بنت لنا في الحركة التصحيحية فنسحبوا منها ووجهوها. كنتفاجئوا بواحد القرار اللي هو حل جهاز الامن، هذا كان كالصاعقه علينا صراحه، اللي خلق لنا كاع الاوراق. حنا كان كنتظرنا عمل كبير. حاليا كاين واحد الحركه التصحيحيه كتصحح الاخطاء اللي كانت اللي وقعت من قبل، ودابا جينا هنايا باش نواكبوا هذه الحركه التصحيحيه من اجل تغيير الجذري، ومن بعد ان شاء الله غادي تكون واحد ديمقراطيه وسط الحزب، ما يكونش هذه الاخطاء اللي وقعت من قبل، وجميع القرارات اللي غادي تكون غتكون يعني تحت المشاورات جميع اعضاء المكتب السياسي ديال الحزب. علاش التوقيت كان في هذه الفتره بالضبط اللي كيعرف المغرب انه كاملين المغاربه كيعرفوا انها فتره ديال مقبلين على الانتخابات؟ هي حقيقه واحد الفتره انتحاريه بالنسبه للحزب، لان الوقت ما بقاش بزاف، ولكن البلاغات اللي خرجت غير مسؤوله هي اللي وضعتنا في المساله هذه، وحنا كنا في غنى عنها، وكنا كنوجدوا المؤتمر الجهوي والمؤتمر الوطني ديال الشبيبه، وكنا نشتغلوا في صمت، وكنا يعني انا كمنسق اقليم جديده كنت يعني في اخر ديال شهر 12 غنغطي جميع الجامعات الترابيه اللي كتبلغ 28 جامعه، ووصلت 15 الجامعه مكتب، ولكن هذه الخرجه الاعلاميه والبلاغ الخاطئ وضع لنا واحد كنقولوا احنا عصا في الرويضه، رجعنا من نقطه الصفر ورجعنا كنشتغلوا من جديد. معروف استاذ زيان بالخرجات ديال الاعلاميه منذ 18 سنه، علاش اليوم بالضبط؟ ماشي جميع الخرجات الاعلاميه ديالو كتعلق بالحزب، يعني بغيت نقول لك واحد 80% هي كتعلق بمحاماه بالمهنه ديالو الشخصيه، وهذيك كتحسب ليه هو. اما بالنسبه للخرجات ديال الحزب هي قليله هاد السنين الاخيره عاد باش بدات كتبان، لان الحزب المغربي الحر كان يعني خالي الساحه كما كنقولوا، ولكن هاد السنين الاخيره هي اللي خلات الحزب يبان على الساحه. علاش كثرت الانتقادات ديال الاحزاب؟ انا تنقول الان اللي جاب التخلف في المغرب هما السياسيين، اغلب السياسيين اللي اتحدوا اللي جاوا حوفات عورات وتحولوا دي مليارديرات. بعد الانزلاقات وبعد القرارات الخاطئه وخروج بلاغات وبيانات غير محسوبه العواقب وانتقاد المؤسسات والجهات والاعلام، كان فرض علينا باش خروج بحركة تصحيحية من أجل التغيير والإصلاح وتطوير الأداء داخل الحزب المغربي الحر. لهذا حنا درنا ندوة وغنمشيو في إطار تنظيم المؤتمر الاستثنائي لتطوير الحزب، وهي مناسبة للنداء إلى كل المناضلات ومناضلين الحزب المغربي الحر العودة إلى المراكز ديالهم وإلى الأماكن ديالهم والدفاع بكل أحقية وبكل مسؤولية الحزب المغربي الحر ضد الخروقات، ضد الناس اللي خرجوا ببلاغات، البلاغات غير محسوبه، واي واحد خرج بلاغ او بيان غير محسوب يتحمل المسؤوليه ديالو وهو مردود عليه. حنا دخلنا باش ماشي نفشلوا، حنا ناجحين، داخلين ناجحين، وغنمشيو في المسار ديالنا الى ابعد حدود. غنصعدوا عندنا ابعد الحدود، ولكن غاديين بحكمه وتبصر. حنا الان تنوجهوا خطاب وتنجو رساله بحكمه تنقولوا للاخرين بعد الانزلاقات وبعد البلاغات غير محسوبه وبعد التهم التي وجهتها للمؤسسات والاعلام وما الى ذلك، جا الوقت حطوا سوارتكم وسيروا بحكمه. راه اي سياسي تيحترم نفسه وباغي يحافظ على المال ديال الوجهه ديالو، مين تيدير عاد دره ديال الخطا خاصو ينسحب.
خصو ينسحب، لان البقاء ديالو والاصرار ديالو على البقاء هذا تيعني انه عنده حب الكرسي وحب التواطؤ، وانه حول الحزب الى 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 الى, إلى عائله الى ضيعه. لا، الحزب هو مسؤوليه الجميع، هو مؤسسه دستوريه بحد ذاتها، اذا تتامل بالديمقراطيه والعمل التشاركي، لاننا هنا حنا تناديو لكم المناضلين والمناضلات الشرفاء في الحزب يركبوا لهذه الحركه التصحيحيه من اجل الاصلاح والتغيير اللي انطلقت، وهي على قطار مكوكي سريع. احنا ما غنوقفوش، غيوقفنا هو المؤتمر الاستثنائي اللي غنغيروا فيه الوجوه. العدد يتصاعد، احنا فايتين 70%، انا تنقولها وتتحمل مسؤوليتها. انتقاد الصحافه وانتقاد الاعلام، للاسف المسؤولين في الحزب ولاو تيرشقوا في يمين واليسار.